السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها متشكر الشيخ سعد علفة الكريم إلى مدينة طرابلس. ترحيب بمبادرة الرئيس الحريري تجاه المناطق المتضررة من أحداث طرابلس والشمال. الجيش يواصل عمليات الدهم في الشمال ويوقف عددا من المشتبه بهم. يوم غضب في القدس المحتلة نصرة للأقصى، والمواجهات تتمدد إلى الضفة الغربية. صباح الخير. بعد مبادرته الاستراتيجية التي حدد فيها الثوابت والمنطلقات لمواجهة استدراج الحريق السوري إلى لبنان، جاءت مبادرة الرئيس سعد الحريري الثانية، التبرع ب20 مليون دولار كمساهمة منه لتخفيف الأعباء عن أهالي منطقة باب التباني والمناطق الشمالية المتضررة من الاشتباكات الأخيرة. في هذا الوقت واصل أهالي باب التباني والمناطق الشمالية المتضررة تفقد أضرارهم وسط ترحيب بمبادرة الرئيس الحريري تجاه مناطقهم. لا شك أن الجرح بليغ في باب التباني بعد الأحداث الأخيرة، إلا أن هبة ال20 مليون دولار التي قدمها الرئيس سعد الحريري لأهالي المنطقة وللمناطق الشمالية المتضررة قد كان لها وقعها الإيجابي على المواطنين. متشكر الشيخ سعد علفة الكريم إلى مدينة طرابلس. إن شاء الله يكونوا يتوزعوا مزبوط بالعدل وبالحق، وبنتشكروا عليهم. مضرور اللي مسكر محله يعطي كتر الخيرون، بيوت محروقة قاعدين لكن بالشوارع العالم. لفتني أولا أن المبلغ الذي تبرع به الرئيس سعد الحريري يوازي المبلغ الذي قررته الدولة، ولفتني أكثر تصريحه الذي يعتذر فيه من أهل الشمال وأهل طرابلس بالقول إن هذا إسهاما قليلا من حق كثير لطرابلس عليه وعلى الدولة. أؤمن تماما أن الرئيس سعد الحريري سيكون شغله الشاغل استنقاذ طرابلس والشمال مما حصل فيها، وأنا أعرف مدى محبته لهذه المدينة، وأعرف أيضا مدى اهتمام رئيس الحكومة دولة رئيس تمام سلام بطرابلس، وأتمنى أن يحذو المتمولون حذوه وأن يستثمروا في طرابلس. نحن لا نريد منهم أن يتبرعوا، نريد منهم أن ينشئوا مشروعات مربحة لهم. فإنقاذ طرابلس والشمال هو بخلق فرص العمل. تجدر الإشارة إلى أن مشاريع عدة أقرها مجلس الوزراء سابقا كان قد بشر بتنفيذها، بينها ما يتعلق بسكة الحديد والمنطقة الاقتصادية ومركز التسفير في منطقة التل، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل شارع سوريا الفاصل بين باب التباني وجبل محسن والذي تكفل به الرئيس الحريري. مواقف مرحبة بمبادرة الرئيس سعد الحريري لمساعدة المناطق المتضررة في مدينة طرابلس والشمال. أثنى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على مبادرة الرئيس سعد الحريري للمناطق التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس والشمال، واعتبر أن المبادرة هي استمرار لنهج والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأضاف إن المبادرة تتكامل مع موقف الرئيس الحريري الذي يشكل خارطة طريق إسلامية ووطنية تقوم على أساس التمسك بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها الشرعية، خصوصا بمؤسسة الجيش وقوى الأمن، كما تقوم على نبذ الإرهاب والتصدي للإرهابيين الذين يشوهون صورة الإسلام ويسيئون إلى صيغة العيش المشترك. حيا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الرئيس الحريري على مبادرته، مؤكدا أنها ليست المبادرة الأولى التي يطفئ فيها نار المأساة والحاجة. وأكد المفتي الشعار وجود كيد ومكر كبيرين يحاكان ضد طرابلس وسياسة الاعتدال فيها التي خطها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكمل مسيرتها الرئيس سعد الحريري. أشاد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بمبادرة الرئيس الحريري وضمنها جملة ثوابت وطنية، وقال جنبلاط إنها مبادرة جيدة بالجملة، لسيما أنها تدعو إلى ضرورة الحوار. فيما يواصل الجيش عمليات الدهم والتوقيفات في مناطق الشمال، أكد مصدر عسكري لصحيفة الجمهورية أن مداهمة الجيش منزل رئيس جمعية إقرا الشيخ بلال دقماق في طرابلس أتت بعد سلسلة رصد وتقص ومراقبة
أثبتت أنه يؤلف مجموعة مسلحة كانت تخطط لأعمال إرهابية، مشيرا إلى أن الجيش سيعتقل دقماق فور عودته من تركيا. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش ينسق يوميا مع دار الفتوى للقضاء على هذه البؤر بهدف عدم استغلال المقامات الدينية لتسهيل الأعمال الإرهابية، وأنه ينسق أيضا مع الفعاليات السنية التي تواكب الجيش في معركته. أكد وزير الداخلية والبلديات نواد المشنوق أن ما حصل في طرابلس يؤكد أن السنة هم أهل اعتدال ودولة، لافتا إلى أن مبادرات الحوار التي أطلقها الرئيس سعد الحريري لانتخابات الرئاسة تشمل كل الأطراف. خلال رعايته الاحتفال الذي أقامته الشركة السعودية اللبنانية لحجاج بيت الله الحرام في جامع الفاروق في الزيدانية، أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سلسلة مواقف متوجها إلى الحجاج بالقول: أرى في وجوهكم المليئة بالإيمان الإسلام الحقيقي دين الاعتدال. اللي صار بطرابلس شاهد على أن أهل السنة هم أهل الدولة بكل مؤسساتها. وأهل الجيش أيضا لولا بعض الهينات الهينات. شيك بيقولوا يا ابن سيبوي. بس هاي الهينات الهينات ما راح تخلينا لا نتخلى عن دولة ولا نتخلى عن الجيش ولا نتخلى عن أي قوة أمنية مسؤولة عن حمايتنا. وبعتقد هيدي الغرف السوداء اللي بتفبرك كل الأوقات إشاعات عن التطرف وعن البيئة الحاضنة صار هي بدها فحص إذا كانت فيها بقي فيها وطنية أو صارت كلها عميلة للخارج. الوزير المشنوق تطرق إلى مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس سعد الحريري لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تشمل كل الأطراف حتى حزب الله، على الرغم من استمرار الخلاف معه لا سيما فيما يتعلق بقتاله إلى جانب النظام المجرم في سوريا. بدي أرجع أكد أنه هذه المبادرة الاستراتيجية للرئيس سعد الحريري هي مبادرة منفتحة على الحوار مع كل الأطراف، وأنا اخترت هذا المنبر لكي أعلن هذا الكلام لأنه على الأقل فيه أحميه بإيمانته. القرار السعودي الأول والأكيد والدائم هو حماية خيارات الاعتدال بلبنان والمنطقة ومكافحة التطرف، على عكس اللي بيقولوه مين بيتهموا السعودية ومرجعيتها الدينية. أيا كانت هذه المرجعية وأيا كان الفقه اللي بيتبعوه، ولكن هذه المرجعية وهذا الفقه لا يقوم في الدولة السعودية إلا على الاعتدال وإلا على التسامح وإلا على الانفتاح بكل العالم العربي وفي كل العالم الإسلامي وقبل العالم العربي والإسلامي بمد يد للبنان بكل ما نحتاجه بالأيام الصعبة الصعبة الصعبة. إذا الواحد بده يكون وفي، وكل واحد منا بيتمنى يكون وفي، لازم يعترف إنه للمملكة السعودية أيادٍ بيضاء على كل اللبنانيين من دون استثناء، ومن كل المناطق ومن كل المذاهب. بالظاهر في ناس بينسوا، بدهم ترجع تذكرهم لسوء الحظ. وفي الختام تسلم الوزير المشنوق درعا تذكاريا من الشركة السعودية اللبنانية للحج، كما تسلم لوحة باسم علماء بيروت نقشت عليها آية الكرسي. لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أن الشمال عاش أزمة كبرى كادت أن تتحول إلى مأساة حقيقية. وخلال ندوة حملت عنوان دور القضاء في حماية العيش المشترك في جماعة الروح القدس الكاثوليك، أشار ريفي إلى أن الاعتدال كانت له كلمة حاسمة في احتضان مؤسسات الدولة ورفض الذهاب نحو الفوضى. لا أبالغ إذا قلت إننا نخوض أقصى وأصعب معركة في تاريخ لبنان الحديث، معركة بين خيار الدولة والمؤسسات والإيمان بحتمية العيش الواحد بين أبناء الوطن بكرامة ومساواة، وبين خيار مدمر لا يرى في هذه الأرض المقدسة إلا ساحة للجهاد والجهاد المضاد لتحقيق سياسات النفوذ الإقليمية التي لم ننجح وللأسف يوما في كبحها.
على الرغم من أننا بذلنا الكثير وقدمنا الدماء والدموع والآلام. النشط بعد الفاصل. حرب وشمعون يؤيدان التمديد لمجلس النواب مرغمان. أهلا بكم من جديد. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرا في عدة ألقاه في دير مار مارون في أستراليا، أكد أننا اليوم ونحن نزيح الستارة عن تمثال البطريرك لحويك نقترب من الاحتفال المئوي للبنان الكبير الذي أسسه لحويك، ولبنان ما زال يشهد التقهقر والفراغ في سدة الرئاسة الأولى وفي المؤسسات التي تنهار، فيما الشعب لا يرى أمامه سوى الهجرة. وكان الراعي قد شدد على رفض المثاثة والمؤتمر التأسيسي محذرا من أن ما يجري في لبنان ربطا بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية أمر خطر، وقال في البداية لم أكن أصدق الأمر إلا أنني اليوم بدت أسمع أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر تأسيسي، مضيفا هذا يعني ميثاقا وطنيا جديدا ونحن لا نقبل على الإطلاق أي مس بالميثاق ونرفض رفضا قاطعا أي مؤتمر تأسيسي يغير الكيان اللبناني. دافع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون دافع عن نظام بشار الأسد، معتبرا من جهة ثانية أن الانتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر الجميع بحق المسيحيين في صحة التمثيل، وأن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يمس أمنه واستقلاله وسيادته. إن الانتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر جميع شركائنا في الوطن أن للمسيحيين حق في صحة التمثيل في مجلس النواب كما في موقع الرئاسة. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه أدرج الاقتراح المتعلق بترميم قانون الانتخابات من موقع مسؤوليته في إعطاء الانتخابات الفرص المطلوبة لإطفاء الصفة التشريعية الصحيحة على قانون الانتخابات بحيث لا يكون الدفع باتجاه التمديد والطاغي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسؤولية وطنية لا يمكن التراجع عنها حتى ولو كان التوجه العام نحو التمديد بات الغالب. أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب دوري شمعون تأييدهما التمديد لمجلس النواب. نحن في مواجهة إشكالية خطيرة تهدد نظامنا السياسي وتعارض الدولة للانهيار، هكذا بدت الصورة للوزير بطرس حرب بعد أن انقطعت الآمال بانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي وبعد امتناع حزب الله والتيار الوطني الحر عن حضور 14 جلسة للانتخاب وبعدما تبين أن إجراء انتخابات نيابية الآن أمر مستحيل. المشكلة واضحة، هناك انقلاب على الدستور، ابتدأ ساعة انسحاب تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله من الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، ولا يزال هذا الانقلاب مستمرا حتى الآن ولن يتغير شيء بعد إجراء أي انتخابات نيابية. على الحكومة وهذا واجب وبعد انتخاب رئيس للجمهورية دعوة الهيئات الانتخابية في الوقت الذي ترتئيه إلى انتخاب مجلس نواب جديد وتنتهي حكما ولاية المجلس القائم الممددة فور إجراء الانتخابات النيابية. الوزير حرب لفت إلى أن حصول التمديد من دون موافقة القوى المسيحية المعارضة له يشكل سابقة قد تبرر الاستناد إليها لتجاوز مبدأ الميثاقية. عدد المشاركين المسيحيين غدا في هذه الجلسة عندما تنعقد الجلسة يحدد ميثاقية أو عدم ميثاقية هذه الجلسة، لا سيما وأنه معلوماتي وحسب الدراسات اللي عملناها أنه في كثير من النواب المسيحيين سيكونوا حاضرين وسيصوتون لصالح اقتراح التمديد. من جهته أمن النائب دوري شمعون أن يعي الجميع للخطورة التي قد تلحق بلبنان والقيام بما يلزم. واصل الموفد القطري مفاوضات مع خاطفي العسكريين في القلمون وسط معطيات تبشر بالتفاؤل، حيث أشارت معلومات إلى أنه تسلم مطالب من جبهتي النصر وداعش تتسم ببعض الليونة. وكان الوسيط قد طالب بمهلة 48 ساعة لإنجاز مهمته وينتظر جوابا من الحكومة، وذلك بعد تسليمها لائحة المطالب من الخاطفين ليستكمل في ضوئه مسعاه. إلى ذلك ورغم الطقس الماطر يستمر أهالي العسكريين المخطوفين بالاعتصام في ساحة رياض الصلح وهم يترقبون ما ستسفر عنه مساعي الموفد القطري.
لم تنفع كل المعلومات عن وجود الموفد القطري في جرود عرسال للتفاوض مع الخاطفين بتطمين والدة العسكري جورج خوري، فهي منذ أكثر من 3 أشهر تنتظر ولم يعد جورج. مني مرتاحة، أنه أنا من يوم اللي انخطف ابني مني مرتاحة، أنا بالنهاية أم وابني بي لطفلين خلق ما بيعرف عن شيء، ولا شهرين وشوي ما سمعنا صوته، ما بنعرف عنه شيء. الانتظار سيد الموقف في ساحة رياض الصلح، ورغم الطقس الماطر أمضى الأهالي ليلتهم في الخيم حتى لا يفوتهم أي تطور أو معلومة. خطوا مرتاحين الناس حتى يرجع الوفد القطري. هلق إذا الوفد القطري رجع بمفاوضات مضبوطة مثل ما بيقولوا أنه قال أنه ما سلموا المطالب غير لحتى توافق الحكومة على المقايضة، نحن بهذا كله بالنهاية الحكومة امبارح تمام بايك طمنا وقال أنه بس يجي الملف نحن مستعدين لكل شيء نعمله مشان أولادنا. والله الأجواء اليوم ناطرين الموفد القطري لنشوف شو بده يطلع معه، وإن شاء الله أنه كلنا متأملين وإن شاء الله خير ومتفائلين، بدناش نتشائمنا. مثل أجواء الطقس غائم جزئيا، ما في أخبار ممكنة، ما في أخبار رسمية، ما في مطر. شو ناطرين؟ ناطرين الموفد القطري والأخبار اللي بده يجي معه. مرهون موضوعنا كله هلا اليوم مرهون بقصة الموفد القطري. وتفيد المعلومات إلى أنه فور عودة الوفد القطري إلى بيروت وتسليم مطالب الخاطفين إلى الحكومة سيتم الاتصال بالأهالي لوضعهم في صورة المستجدات. في اليرزي استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي النائب بهي الحريري، حيث قدمت له التعزية بالعسكريين الشهداء معربة عن دعمها للمؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب. في دار الفتوى اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابي النائب أحمد فتفت أن التشكيك يجب أن يطال من يسعى لعرقلة مسار الدولة ويقوم بإنشاء الميليشيات وليس الطائفة السنية. أحداث الشمال كانت حاضرة خلال لقاء جمع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب أحمد فتفت الذي أعلن رفضه التهم العشوائية التي توجه لمناطق الشمال والتشكيك غير المقبول في طرابلس ومنطقة المنيا والضنية وتحديدا في بلدة بحنين. نحن نعتبر أن الطائفة السنية الكريمة هي أولى بالانتماء الوطني من أي شخص آخر، وإذا كان هناك من تشكيك بوطنية أحد فهذا التشكيك يجب أن يكون بمن يسعى إلى عرقلة مسار الدولة، بمن ينشئ ميليشيات، بمن يمنع الجيش من الانتشار على الحدود، بمن يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية بغيابه عن الجلسات. مؤسف جدا ما استمعنا إليه وتحديدا من السيد حسن نصر الله، ربما هو نسى أو تناسى ما قامت به المملكة العربية السعودية من أجل لبنان وبالنجاحات الكبيرة التي قامت بها بمحاربة الإرهاب، بينما الإرهاب موجود بكل صراحة عند من يرفض الدولة، من يبني الدويلة، من يتدخل إلى ضد الشعب السوري. الأوضاع في البقاع لا سيما في منطقة عرسال بحثها المفتي دريان مع النائب جمال الجراح. طبعا سمعت ومتابع للأوضاع في كل المناطق إن كان في الشمال أو في البقاع أو في عرسال تحديدا، ويعمل ليل نهار على إطلاق المخطوفين وعلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإلى كل لبنان. ومن زوار دار الفتوى وفد من اللقاء الوطني لإقليم الخروب برئاسة مارون بستاني الذي أمل في أن يساهم المفتي بنقل حالة التجرزم والاحتقان والتفتت الذي نعيش فيه إلى بر الأمان. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. دفعة جديدة من البشمركة تدخل كوباني. أهلا بكم من جديد. أحيا الفلسطينيون يوم غضب نصرة للمسجد الأقصى المبارك، حيث اندلعت خلالها مواجهات بين المصلين وشرطة الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. تحت أفواه البنادق والقنابل أدى الفلسطينيون في القدس المحتلة صلاة الجمعة بين من سمح له بالدخول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه ومن صلىها في الشوارع نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي لمن دون 50 من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف. يوم غضب أطلقه الفلسطينيون على هذه الجمعة التي أتت وسط انتهاكات واعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى لحقتها سلسلة اعتداءات على المدن
المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كان آخرها نشوب اشتباكات جراء اعتداء الاحتلال على عدد من القرى في القدس ومحيطها وإسقاط عدد كبير من الجرحى عمدا في صفوف الفلسطينيين. هذا ولا يزال التوتر يخيم على مدينة القدس بعد اغتيال إسرائيل الأسير المحرر معتز حجازي والذي قتل كرد على مقتل الحاخام يهودا غليك المعروف من اقتحامات الأقصى ومسؤول ما يسمى أوناء جبل الهيكل مساء الأربعاء ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. قيود الاحتلال لم تتوقف على حصار المسجد الأقصى بل وصلت إلى حد رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد حجازي لعائلته قبيل منتصف الليلة الماضية إلى جانب السماح لأقل من 50 شخصا بتشييعه، لكن المقدسيين كسروا الحصار والقيود وشارك المئات في تشييع جثمانه. وفي قطاع غزة نظمت حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسيرة حاشدة تضامنا مع القدس المحتلة التي تتعرض لانتهاكات إسرائيلية كبيرة. واصل التحالف الدولي غاراته المكثفة على أهداف لتنظيم داعش في سوريا على وقع المعارك المستمرة بين التنظيم والمقاتلين الأكراد في عين العرب. بضعة كيلومترات تفصل مقاتلي البشمركة من دخول عين العرب التي يحاصرها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وقد واصل عناصر البشمركة التقاطر إلى كوباني فيما استمرت حرب الشوارع بين المقاتلين الأكراد وتنظيم داعش خصوصا في شرق المدينة ووسطها. أما مقاتلات التحالف الدولي فشنت غارات مكثفة على مواقع تنظيم داعش في المدينة ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 21 عنصرا مما يعرف بالشرطة الدينية التابعة للتنظيم، بينهم قيادي واحد على الأقل. وانتقالا إلى الداخل السوري، فجر الثوار مبنى كانت تتمركز بداخله قوات النظام في حي العامرية ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة بعد تفجير المبنى. أما طائرات النظام فواصلت قصفها العنيف على العاصمة دمشق وريفها، فيما تعرض باب السباع في حمص لقصف بالاسطوانات المتفجرة وبصواريخ أرض أرض. في هذه الأثناء سجلت معارك بالأسلحة الرشاشة بين داعش والمعارضة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم في قريتي دابك واحتميلات في ريف حلب الذي تعرض بدوره لقصف من قبل النظام السوري. أمهلت جماعة الحوثيين الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة ملوحة بتأليف ما أسمته مجلس إنقاذ في حال تأخر هادي عن هذا الموعد. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. متشكر الشيخ سعد علفة الكريم إلى مدينة طرابلس. ترحيب بمبادرات الرئيس الحريري تجاه المناطق المتضررة من أحداث طرابلس والشمال. الجيش يواصل عمليات الدهم في الشمال ويوقف عددا من المشتبه بهم. يوم غضب في القدس المحتلة نصرة للأقصى والمواجهات تتمدد إلى الضفة الغربية. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.